اهلين وسهلين حبايبي، شخباركم؟ لاباس عليكم، هانيين، صحتكم مزيانه؟ نتمنى لكم تكونوا بخير على خير واحسن الاحوال ان شاء الله. عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا بالصحيحه وطول العمر ان شاء الله، واش ما كتمناو. واللي مريض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها زوينه ان شاء الله في حياته يا ربي. طبعا انا فقت الصباح بكري، واش نقول لكم، رانا ناعسه تقريبا ساعتين اللي ناعسه، متبقية راه الصهير راكم عارفين، عرفتي خاصكم ضايخة بالنعاس، مكرهتش نحط راسي ونعس صافي عييت والله. فقت الصباح وصايبت الفطور يا اختي، الفطور درت مسمن، درت كيكة، درت البغرير، درت البخمير، المهم نوعت خلاص البريوات والشباكية والسف وداكشي جايباه معايا، جبتهم معايا داكشي اللي عادي تصايب رانا صايبته. المهم بخمير درتو البارح، درتو بالليل، درت البارح بخمير، ايوا عجنت الخبز لانه بغا اختي الخبز المغربي، قال لك بغينا الخبز المغربي، درت ليهم الخبز. طبعا انا ماشي درت الخبز اللي مولفه كندير في الامارات، كنعجن ربعه الخبزات كيديو ليا اسبوع ولا هذا، هنا راه تبارك الله خاص كل واحد تفرقي عليه الخبز. هنا تبارك الله ما شاء الله، راه بحال في المغرب وصافي، يعني راكم عارفين في المغرب ما كنعلم ما كيكفيوناش، يعني نعجنوا ربعه ولا نعجنوا خمس خاصك تعجني 10 والفوق. المهم خاصكم ما نقولش ليكم، ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. المهم قلت لكم وفطرنا، جات مرات باه، جاو خوتو، جاو عاد هنايا راكم عارفين ماشي بحالنا حنا كلشي كيجلس عادي، لا هنا خاص الحال العيالات بوحدهم والرجال بوحدهم، خاصك تحطي طابله الرجال والطابله للعيالات. المهم شنو نقول لكم، واحد العذاب العذاب، خصك تحطي هنا وتحطي هنا، ماشي بحالنا حنا خصك تحطي طابله وحده كتزوقيها وكلشي كيجي كيجلس الصالون واحد كيجلس فيه كلشي، حنا هنا لا اختي شي ما يشوفش. انا كنخرج وكنقول لها، قلت الراجل اللي قلت لي ناري كنخرج حاضره راسي، تقول لهم خرج الحشيش، قميت بالضحك حيت ما قدرتش نهز راسي ونقول لخوتو السلام، حضرت راسي خارجه مع مني كنخرجوا، كاين باب كيخرج ديال العيالات وباب كيخرج ديال الرجال، حنا غادي نديرين باب واحد كلشي يخرج منه، هنا غادي نديرين جوج بيبان، باب ديال العيالات باب ديال الرجاله، تقول ها حمام، حمام ديال الرجال حمام ديال العيالات، حمام مغربي. المهم ضاحكين، ايوا صافي البنات قلت لكم. المهم ودابا راه حنا معروضين، معروضين للغدا ومعروضين للعشاء، ايوا حاجزين الناس اختي حاجزين لينا، ايوا حيت شحال ما حيت انا اول مره غادي نهبط لهنايا، مولفه كنهبط الرياض، يعني شايفه شايفيني خواتاتو شايفيني هذا، ولكن هنايا البلاد ديالو فين تزاد اول مره غنزل، اول مره انزل انا وجوري. هيا جوري كتعيد عليكم، جوري كتقول لكم من العايدين عيدكم مبروك، شوفوا يا اختي حتى حنايا درنا الحناني والقلب الهاني، يا اختي يا اختي يا اختي شوفوا الحنه. البارح اختي بالليل بقيت قلت علاش بنتي حتى هي ما نحنيش ليها، انا بصراحه ما بقاش ليا الوقت والله، ما مشيتش لعند النقاشه حتى كندرت معاها كلشي صافي، فاش عييت صافي شوفوا يدي انا كلها عمرات بالحنه وداك الشيء، اي صافي والله صافي ما قدرتش البارح، طحت كاو لحقاش صافي عييت، عرفتي هنايا راه شنو نقول لكم، صغير 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 صغير، من نعسو حتى لخمسة الصباح، خمسة ونص، بعد مرات السبعة، ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. ايوا صافي وقلت والله الا قلت نعيد عليكم وصافي وحق الله، بغيت نعيد نقول لكم عيد مبارك سعيد، ما والله ما كاينش الوقت، قلت راجلي ضروري خصني ندير فيديو نعيد على متابعيني، ما يمكنش ما نديرش ليهم فيديو، امبوسي امبوسي ما نديرش فيديو. ايوا تهلا فريوسكم والله يسعدكم كاملين ويوفقكم ويحفظكم ان شاء الله ويسهل عليكم مجموعين يا ربي. المهم البنات تهلاو فريوسكم، البنات والولاد خوتي خواتاتي بجوجكم كلشي متابعني، الله يسهل عليكم وما تنساوش لي لايك والمتابعه وكلشي كلشي التعليقات وكلشي داكشي الزوين كلشي ما تنساوش، بارطاجيو الفيديو كلشي كلشي كلشي. يلاه مع السلامه. انا كما وريتكم هذه البيسه ديال جوري، كما وريتكم اختي خديت لها الصايه،
وخديت لها الفوقاني ديالو هذا هكايا نصكم. وشوف كلشي اختي كلشي على هاد بحال البليغه حمقاتني انا بلاتي سمحوا لي. شوف واعره عرفتي كتحمق. شوفوا انا بصراحه كنت بغيت نديرها ليها مع جليلي بس جليلي ما وجداتش لا هي ولا دياتي لا الجلابه ديالي ولا الجلابه ديالها ما جهزوش. صراحه كنت بغيت زعما كي نلبس جلابه الساعه نلبسو على العبايات تقصي على العبايه وصافي. جوري خديت لها هاد البيزه هادي وانايا راني لابسه هاد القفيطين ديال الجوهره ومخيطه على هاد الشكل هذا. شوفوا الكميم قلت نغير ما بغيتش ندير راندا ولا ندير السفيفه قلت ندير هذا ديال المخور ديال الامارات خيطته بالجوهره. ايوا صافي وهادشي اللي كاين. تهلاو فريوسكم والله يحفظكم جميعا وتنموت عليكم الله يحفظكم. وراه والله القسم راه عندي فيديوهات بزاف مجمعاهم غير الوقت باش نحطهم ليكم ما كاينش والله. راه كاين فيديوهات مجمع عليكم فيديوهات غادي نحطهم ليكم ان شاء الله. خلوني غير نلقى الوقت وان شاء الله انا معاكم. الله يسعدكم ويوفقكم كاملين. مع السلامه.